بدأت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تطبيق قرار حظر صيد الطيور في 4 مواقع على ساحل البحر الأحمر، حيث تغطي كامل الحدود الإدارية لمكة المكرمة، وشملت القوز والمضيلف بمحافظة القنفذة، ومجيرمة بالليث، ومركز مستورة بمحافظة رابغ. كما شددت الهيئة على ضرورة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الأمر وعدم التهاون والإبلاغ عن جميع المخالفين، مع التحفظ على وسائل الصيد المضبوطة مع المخالفين الذين قد يتعرضون لغرامة تصل إلى 20,000 ريال ومصادرة ما تم ضبطه بحوزتهم. حياك الله. معي في الاستوديو مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للحياة الفطرية الأستاذ بندر الفالح. حياك الله أخوي بندر. الله يحييك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني ما أبغى أتكلم عن هذا الخبر لأنه يعني خبر زي غيره، أنا أبغى أتكلم على اللي قاعد يصير الآن منه والصيد الجائر، يعني وكأننا في مكان أنه أصلا الطيور موجودة دائم وهذا جزء من الحياة اليومية، ولازم أصيد يوميا. إيش رأيك في اللي قاعد يصير ومقاطع الفيديو اللي كل يوم تطلع؟ طبعا للأسف هذه ممارسات خاطئة، ممارسات سلبية جدا تضغط على الكائنات الفطرية عندنا، وإحنا البيئة عندنا حياة فطرية شبه هشة، أي تأثير سلبي عليها في الفترة الحالية يؤثر بشكل مباشر عليها. عمليات الصيد اللي تتم الآن بشكل كبير للأسف تصير لموارد أحيانا تكون بطريقة لا يمكن تعويضها، صحيح أنها تصاد بكميات كبيرة ولا يمكن تعويض هذه الكائنات. دائما استنزاف أو استخدام أو استنزاف الموارد الغير متجددة أو حتى الموارد المتجددة إذا تم بطريقة غير مقننة وغير محسوبة لن يمكن تعويضها. وش اللي يصير عندنا؟ مقنن ومحسوب ولا؟ لا، للأسف اللي يصير الآن جائر جدا جدا، يعني في ممارسات خاطئة. أنا يعني ولله الحمد فترة يعني مؤخرا أصبحنا نلمس في زيادة في الوعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والانتقادات اللي قاعدة تصير للتصرفات. الانتقادات مرة طيبة، لكن اللي موجود تفضل يعني هذا اللي موجود الآن، لازم أني أصور للشباب وأنا رايح أصيد عشان أقولهم أنه شوفوا شو قاعد أسوي. طبعاً بكرة زملاء ثانيين بيسوون زي هذا ونستمر شغالين. صحيح إحنا صحيح على 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 هالطريق. صحيح، وللأسف أنه كثير من عمليات التصوير اللي تصير في اعتقادي أنها تتم لتباهي وأحيانا لنشر ممارسات سلبية وتحويلها إلى ممارسات صحيحة. طيب فحتى مستخدمين التواصل الاجتماعي بعض الأحيان بطريقة لا إرادية يساهمون في نشرها أو في نشر هذه الممارسات من خلال نشر المقاطع. بس أيضا أنتم ما تقصرون والله. طبعا كل فترة تقبضون يعني. أي وسيلة. قاعدين يسوون شغل ممتاز في هالجهة. أي نشر يتم في وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفات إحنا ننسق مع الجهة المعنية في الأمن العام لملاحقة مثل هذه المخالفات. طيب هذا القرار كأنكم تقولون منطقة مكة لا تصيدون في مكة لكن صيدوا في غيرها. نبغى نحط يعني ضوء شوي على هذا القرار اللي هو عدم الصيد في منطقة إدارية في مكة المكرمة. ممتاز. خلني قبل ما أتكلم عن الخبر اللي صدر مؤخرا أرجع لك خلفية الموضوع شوي سنوات أقدم. سبق وأن بدأت الهيئة في حماية السواحل ومنع الصيد فيها بعمق 20 كيلومتر. جميل. من عدة سنوات بدأت الهيئة في الساحل الشرقي وتم مراقبة الصيد في الساحل الشرقي، وفي مراكز موجودة هناك ودوريات وعمليات يعني ضبط المخالفات اللي تتم. جميل. الآن من 1/1/1440 بدأت الهيئة في تغطية الساحل الغربي، لكن نتكلم عن اختلاف كبير من ناحية الساحلين. سهولة المراقبة في الساحل الشرقي مختلفة عن سهولة المراقبة في الساحل الغربي، لا من ناحية نوع المنطقة ولا من ناحية مساحتها. فالآن بدأت الهيئة المرحلة الأولى اللي هي بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وبدأت هذه المرحلة إن شاء الله مراحل قادمة سيتم تغطية كافة الساحل الغربي. طيب واللي بيخالف في الآن منطقة مكة المكرمة وفي المناطق اللي احنا تكلمنا عنها في الخبر، وش العقوبات اللي ممكن تحصل؟ طيب احنا هنا نتكلم عن مخالفة للصيد، فينطبق عليها مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية. أي مخالفة للنظام ينص النظام بعقوبة لا تتجاوز 20,000 ريال وتتضاعف بتكرار المخالفة. وهناك حق بضبط وسائل الصيد والآلات المستخدمة.
يعني السيارات الأسلحة كلها صادر، وكل من المصادرات هذه تعامل وفق الأنظمة المختلفة. يعني لو تم مصادرة الأسلحة فسيتعامل ضمن نظام الأسلحة والذخائر المطبق في وزارة الداخلية. جميل. طيب إذا أنا شفت ناس وأبغى أبلغ، أنتم عندكم رقم للتواصل أو في مواقع التواصل الاجتماعي كيف أقدر أوصل لكم؟ بإمكان تقديم بلاغ عن طريق موقع الهيئة. جميل. بإمكان تقديم بلاغ عن طريق هاتف الهيئة والموضح في الموقع الإلكتروني للهيئة. بالإمكان أيضا التواصل مباشرة مع قطاع الأمن العام، الجهات المعنية في الأمن العام، لأنه الجهة المعنية بتطبيق نظام الصيد الأمن العام نعم الساعة 9:03 أي وسيلة أي جهة ممكن الأمن العام عندهم عن طريق كلنا أمن، عن طريق أبشر، عن طريق أي وسيلة. أيوة. لتقديم مخالفة لتقديم بلاغ ممكن التقديم عليها، لأنه الجهة المعنية بتنفيذ بينكم وبين الداخلية اتفاق بهذا الجانب؟ لا، هي الجهة المعنية بتنفيذ نظام الصيد هي وزارة الداخلية. جميل جميل. طيب بيستمر عندنا الحظر في المنطقة الغربية منطقة مكة المكرمة إلى متى ولا دائما؟ لا، الحظر دائم، الحظر دائم، لأننا نتكلم عن طيور مهاجرة، وطيور مهاجرة تختلف أنواعها وفترات هجرتها، فإحنا ما نتكلم عن فترة شهر أو شهرين، نتكلم عن حماية. هذا نظام عالمي. طبعا هو الهدف الأساسي من الحماية هي حماية الأنواع المهاجرة. أي. الغطاء الأساسي لهالموضوع هي أو هم من الأساسي هو حماية الأنواع، لكن أيضا الهيئة ملزمة بتطبيق اتفاقيات موقع عليها مثل اتفاقية حماية الأنواع المهاجرة. الاتفاقية تنص على أن أو تهدف إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية تضع ضوابط وآليات لحماية الأنواع المهاجرة من أي ما يهددها بما فيها الصيد. والله يعني أتمنى أنه الكلام اللي نقوله أو الحديث اللي بيننا أنه يوصل لكثير من اللي قاعدين يطلعون للبر ويصيدون ويصورون وبأعداد كبيرة جدا، والله لا هو جوعان ولا هو يعني منقطع ولا هي بذخ بزيادة، وأيضا عشان يصور. وإحنا يعني ندعو الجميع بالاهتمام بشكل أكبر بهذه الكائنات، لأنها صعب تعويضها إذا تم القضاء عليها أو استنزافها بهذا الشكل. أنا شاكر لك أخوي بندر الفالح مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للحياة الفطرية. شكرا جزيلا لكم، شرفتونا. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك، حياك الله.